السلام عليكم ورحمة الله، هذه نشرة مفصلة من قناة السعودية، أحييكم. والبداية في العناوين: خادم الحرمين الشريفين يعرب في اتصال هاتفي عن تعزيه لملك الأردن في ضحايا السيول. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالين هاتفيين بالرئيس الروسي والمستشارة الألمانية. سمو ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. أهلا بكم. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب الملك المفدى أيده الله عن تعازيه لجلالته في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، سائلا الله للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وأكد خادم الحرمين الشريفين رعاه الله أن المملكة تضع كل إمكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن الشقيق لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار. وقد عبر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها. وأطلع خادم الحرمين الشريفين أيده الله الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع. من جهته أعرب فخامة الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حالياً. كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل. وأجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. كما أطلع الملك المفدى أيده الله المستشارة الألمانية على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها، مشددا رعاه الله على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع. من جهتها أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سمو ولي العهد اليوم الاجتماع الأول للجنة، وقد استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بالعناصر التالية: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، السياسات والإجراءات والحوكمة، آليات الاستقطاب والتأهيل. واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك وستواصل اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها. صرح النائب العام بما يلي إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ العاشر من شهر صفر لعام 1440 للهجرة عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي رحمه الله. فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية التركية الشقيقة، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. والنيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة. اختتمت بنجاح في العاصمة الرياض اليوم فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي استمرت على مدى 3 أيام بمشاركة وزراء مالية ونخبة من رجال الأعمال في العالم. فعاليات المنتدى شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم قاربت قيمتها 0.25 تريليون ريال. اختتمت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 دافوس الصحراء في العاصمة الرياض التي امتدت ل3 أيام جرى خلالها توقيع اتفاقيات وشراكات، فضلا عن جلسات ومناقشات لتحسين بيئة العمل لجذب المستثمرين. أنا سعيد جدا بحضوري للمؤتمر للمرة الثانية ومقابلة رجال الأعمال ورؤساء البنوك والشركات العالمية وتبادل الخبرات، فالمملكة العربية السعودية أرض خصبة للاستثمار، وهذا المؤتمر هو مؤتمر عظيم. اتفاقيات تنوعت ما بين مشروعات الطاقة والإسكان والاستثمار، تقوم من خلالها بتقديم طرق وتقنيات بناء حديثة في المملكة وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال توطين هذه المشروعات في المملكة. يعني متفائلين جدا أن تكون هذه المبادرة فيها الخير على المملكة في المستقبل، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التنموي بشكل عام، فاحنا متحمسين جدا ونعتقد أنه هالمبادرة هذه تبي تكون يعني انطلاقة لأشياء كثيرة جدا في المستقبل، تبي تكون خير علينا جميعا بإذن الله. تستمر المملكة في طموحاتها حتى تكون في مقدمة الدول التي تصنع المستقبل، ولن تنتظر المستقبل حتى يصل إليها، فالمملكة العربية السعودية تؤثر ولا تتأثر. محمد العتيبي، الرياض. هذا وقد أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ إبراهيم العمر أن المنتدى حظي بصفقات اقتصادية كبيرة تعود بالنفع الكبير على اقتصاد المملكة. كان في توقيع أكثر من 32 اتفاقية للاستثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار ولله الحمد. طبعا كانت في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعدين، وكانت في الصناعة والنقل، وقطاع مثل الحج والعمرة والإسكان، والتركيز كان على استقطاب الاستثمارات التقنية المتطورة. ولله الحمد مؤخرا تم افتتاح الاستثمار الأجنبي لقطاع الصحة والتعليم، وكان برضو من ضمن الصفقات في القطاعين هذه. المنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم مختتم بنجاح مذهل ولله الحمد، لا من حيث الكم أو النوعية. طبعا حضور أهم الشخصيات ذات قوة في القرارات الاقتصادية أو التأثير في عالم الاستثمار دليل على مكانة وقوة المملكة عالميا. ورسالة سمو ولي العهد الله يحفظه في كلمته كانت ملهمة، وأكدت للعالم عزيمة الحكومة السعودية على المضي قدما في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية وتيسير البيئة الاستثمارية وجلب المزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات بمشيئة الله. وفي ذات المنتدى وبزهو وفخر كبير شبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة الشعب السعودي بجبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. حملت هذه الكلمات الاعتزاز والفخر بما تمتلكه المملكة من مكونات الطبيعة الغنية بكل شيء، فشبه ولي العهد الإنسان السعودي بجبل طويق لما يمتلكه الجبل من القوة والصلابة والعلو والثبات الدائم. فالإنسان السعودي اكتسب من هذا الجبل قوة عزمه وعدم اللين وعلو سقف طموحه وهمته. جبل طويق هو أحد المعالم الطبيعية الشهيرة بالمملكة، والتي تمتاز بجغرافيتها الصعبة بتشكيلها الصخري وحوافها الحادة الخطرة. تتكون من الصخر الجيري الصلب، وسمي طويق لأنه يشبه الطوق بطول 800 كيلومترا وبارتفاع 100 إلى 250 مترا. يمتد من الزلف شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر. له واجهة غربية شكلها جميل تعرف باسم نهاية العالم أو المطل، وتمتد بشكل منحني، وتقع المنطقة ضمن مشروع الجدية
الذي وضع حجر أساسه الملك سلمان بن عبد العزيز بالقرب من طلعة الجدية الشهيرة ليكون ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. سلمان السليس، الرياض. تمت بنجاح اليوم عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وقد أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة الذي ترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم، أكد أن عملية الفصل مرت إلى هذه الساعة ولله الحمد بنجاح. وقال معاليه إن العملية الجراحية بدأت بالمرحلة الأولى وهي عملية التخدير، تلاها المنظار للمسالك البولية، وبعد ذلك التعقيم وفصل الأمعاء، ثم فصل الجهاز البولي والتناسلي، وبذلك تم ولله الحمد فصل التوأم بنجاح. ولأول مرة في حياتهما أصبحت كل واحدة منهما على سرير منفصل. بتنفيذ أكثر من 20 مناورة بحرية اختتم تمرين جسر 19 المقام في مملكة البحرين، اختتم فرضياته ومناوراته. التمرين يأتي بمشاركة القوات الخاصة ومشاة البحرية وأربع سفن حربية بحرية ليحقق نجاحا مميزا شهدته على مدى أسبوع مياه الخليج العربية. عمليات الاقتحام وتحرير السفن والرهائن تصدرت الفرضيات التي نفذتها القوات الخاصة البحرية السعودية والبحرينية في تمرين جسر 19 في مملكة البحرين. التمرين شهد مشاركة أربع سفن بحرية حربية ومشاركة المشاة والقوة الخاصة البحرية في المملكتين. نفذت كثير من الفعاليات على مستوى السفن القتالية ومشاة البحرية والقوات الخاصة، أكثر من 20 فعالية تتوافق مع مستجدات الموقع الرهان وبيئة العمليات البحرية، ولله الحمد جميعها نفذت. جميع الفعاليات نفذت بكفاءة قتالية ومستوى تدريبي رائع ومبشر. الفرضيات تحاكي الحروب النظامية وغير النظامية والعمل على تطبيق المفاهيم البحرية والعمليات المشتركة والإسناد الفني في مسرح العمليات. الحمد لله بفضل الله اليوم أنهينا التمرين بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوى الدفاع البحرين، والحمد لله تحققت نتائج التمرين وأهداف التمرين بفضل الله وثم فضل الأخوة نفذوا على أكمل وجه. التمرين في ختام نسخته 19 احتفى بنجاح المناورات التي كانت تهدف لصقل وتأهيل الطواقم البحرية وتبادل الخبرات وتطوير المهارات القتالية البحرية. علي الشهري، مملكة البحرين. وأختم بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يعرب في اتصال هاتفي عن تعازيه لملك الأردن في ضحايا السيول. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالين هاتفيين بالرئيس الروسي والمستشارة الألمانية. سمو ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. شكرا لطيب المتابعة، تحية لكم وفي أمان الله.